صباح الخير، صباح الخير لكل الأمهات، صباح الخير لكل الآباء، صباح الخير لكل الأطفال. كما ترون أصدقائي، اليوم سوف نتعرف على مجموعة أو عائلة كبيرة من الحيوانات، أليس كذلك يا ابنتي؟ نعم. أحسنتي. كما ترون أصدقائي، هنا لدي مجموعة من الحيوانات، الحيوانات الأليفة والحيوانات المتوحشة. نحن نعلم بأن أطفالنا قبل الدخول إلى المدرسة تكون لديهم احتياجات وتساؤلات وأشياء كثيرة يريدون معرفتها ويريدون اكتشافها. وأنت كأم أو أنت كوالد أم أنتم كأسرة، شو الأسرة، عائلة كبيرة، عليكم أن تساعدوا أطفالكم في تلبية هذه الاحتياجات. وأنا اليوم سوف أعطيكم أفكار أقوم بها مع ابنتي، أليس كذلك يا ابنتي؟ نعم. أحسنتي. كما ترون هنا عندي مجموعة من الحيوانات، طبعا لم أشتريها دفعة واحدة بل قمت بشرائها على دفعات مختلفة، لأن يمكن هناك عائلات لا يستطيعون أو ليس لهم العائد المادي الذي يساعدهم على شراء مجموعة في دفعة واحدة. المهم هنا بنات، هذه المجموعة كما ترون إنها مختلفة ومتنوعة بأشكال مختلفة وبألوان مختلفة. إنها حيوانات، حيوانات توجد في الغابة، بعض الحيوانات توجد في الغابة، أليس كذلك؟ نعم، هذا أسد. أسد يوجد في الغابة. أجل، والدجاجة أين توجد؟ أتصنع. توجد في الحديقة في البستان، هكذا؟ نعم، حتى المهم بنات، اليوم أو أطفالي أو أمهاتي، اليوم سوف نتعرف على أسماء الحيوانات. كيف تعلمين طفلك التعرف على أسماء الحيوانات وبطريقة سهلة جدا وبدون التكرار وبدون يعني أن تقيمي، عفوا، أن تجلسي معه لساعات طويلة؟ لا، بل هناك أسلوب رائع، يعني أسلوب اعتمدته، هو صح يأخذ فترة طويلة ولكنه أسلوب حقا حقا ناجح. وما هو هذا الأسلوب؟ الأسلوب هو أن تتكلمي مع ابنتك في فترات مختلفة وفي أيام مختلفة. كيف ذلك؟ مثلا هذا الحيوان الأول، لا تقولي لها في نفس اليوم لا قولي كلب قولي كلب قولي، لا، كل يوم ما إن رأيت كلب في الخارج قولي لها هذا كلب، إن رأيت صورة كلب في الهاتف قولي لها هذا كلب، إن رأيت صورته في التلفاز قولي هذا كلب. أو مثلا أنت تحضرين صور للكلب وتجعلينه في اليومين أو الأيام الأولى حاضر في الصور، حاضر في الكلام عنها، في وصفه، مثلا في بعض القصص، أن تخترعي قصص من رأسك. المهم ما هذا؟ إنه الخيال. سوكت خيال، ثفث النين، إنه ضوء الحصان. كما الخزان الدوجكة. ايه، ها، انظر ان الحيوانات كلها في الحائط. أتكدست. هل رأيت ذلك؟ نعم انها نعم جميلة. المهم بنات، كما قلت لكم، سوف تعلمون اطفالكم بطريقة سهلة جدا. هيا قومي باصلاحه. لقد وقعت كلها. لا بأس، لقد قمنا بإصلاحه، أليس كذلك يا طفلتي؟ نعم. نعم. كما أريد أن أنوه لكم بأن ابنتي لا تتكلم العربية، يعني نحن في الجزائر لدينا لهجات مختلفة، يمكن أن نقول لغات ابنتي قبائلية، لهجتها قبائلية، وأنا أتكلم العربية، أنا أمها عربية، يعني أتكلم اللهجة العربية الدارجة. هكذا ابنتي تعرف الحيوانات، تعرف أسماء الحيوانات بالعربية الفصحى عادي، يعني لا تقولي أن الطفل يعيش في فرنسا ويعيش في إيطاليا أو يعيش في إسبانيا، لا، هذا ليس مشكلا. أنت التي سوف تعودين طفلك على تعلم أي شيء بأي لغة تريدين وبأي أسلوب تريدين. المهم هيا لنبدأ في الفيديو. هل نبدأ حبيبتي؟ هل نبدأ نصور؟ هيا هيا نتعرف على الحيوانات. إلا قنيسين الحيوانات كي نشوثن أنفذو. هيا نبدأ. ما اسم هذا الحيوان؟ تذكري ما اسمه؟ نساء.
لوشيا. لوشيا بالفرنسية، ما اسمه بالعربية الفصحى؟ هبة. هبة بالقبائلية اسمه كلب. أحسنتي. وما هذا؟ هيا تابعي معي، أعطيني هذه المكعبات هكذا، ما اسم هذا؟ هيا نتعرف عليه، هيا تتكلمي بوضوح، اقتربي إلى هنا، قرب على ذلك يهضر. ما اسم هذا الحيوان؟ نمر. نمر، أحسنتي. وهذا؟ واجي. هذا واجي، نعم نمر. نمر. وهذه جميلة جدد أجل، أحسنتي. وهذا؟ قدر. أحسنتي. وهذا شوفال. شوفال بالفرنسية، سأعرف ذشوث بالعربية ماذا؟ حصان. حصان، أحسنتي. وهذا نمر. هذا نمر. وهذا بقرتي. أحسنتي. وهذا نمر. أحسنتي. وهذا نمر. وهذا الجميل، هذا ما اسمه؟ نمر. هذا نمر. لا لا لا، جمال. أحسنتي. وهذا نمر. أحسنتي. ماذا هذا؟ تنظر نمر. لا، هذا نمر. وهذا ماذا اسمه؟ هذا الجميل جتجتون. هذا خروف. أحسنتي. وهذه دجاجة. دجاجة، هذه دجاجة. إذن هذا ليس دجاجة، هذا ديك، إنه ديك زوج الدجاجة، أرجز دجاجة ديك، تجي دجاجة روز، لا بوتيت بول روز أكا. أحسنتي. وهذه نعم. ليست نعامة، إنها تشبه النعامة. نعامة إوزة. إوزة. وما هذه؟ بطة. وما هذا؟ قرنون. قرنون، ليس قرنون، وحيد القرن. وحيد القرن. أحسنت يا طفلتي، أنت ذكية جدا. ما هذا؟ كلب. أجل. وما هذه الحيوانات يا طفلتي الجميلة؟ ما اسمها؟ نمر. 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 كم يوجد؟ نمر. احسبيهم لي. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. أربعة، أحسنتي. وما هي ألوانها؟ أصفر. أجل. وهذا ماذا يوجد فيه الألوان؟ هذا أورانج. أورانج، إنه برتقالي أورانج. برتقال. وهذا أصفر. أحسنتي. وهذا وهذا أورانج. أورانج فقط، برتقالي فقط. برتقالي. يوجد فيه، ما هذا اللون الصغير هنا؟ هذا أجل مارو. لا، انظري جيدا. مارو مارون. أسود. أسود أسود. شكله أسود. أحسنتي. ما اسم هذه؟ ما اسم هذا الحيوان الجميل؟ ديكون. وهذه ما اسمها؟ دجاجة. أحسنتي. ما لون هذا الديك الجميل؟ برتقالي. برتقالي فقط؟ ما هذا اللون الذي لديه هنا؟ أحمر. أحسنتي. وما لون هذه الدجاجة؟ أزياء. أجل، ما لونها؟ روز. 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 ماذا نقول للروز عربت بالعربية؟ روز فقط؟ روز؟ وردي. وردي. زهري. زهري. هل نسيت يا ابنتي؟ وما اسم هذا الحيوان الجميل؟ هذا قرد. قد 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 أجل، إنه قرد. أحسنتي. وما اسم هذا الجميل؟ قد سقط مسكين. شوفال. شوفال. وما اسمه أيضا؟ شوفال فقط؟ ما اسمه أيضا؟ حصان. أحسنتي. ما لون هذا الحصان الجميل؟ ما لونه؟ أجل أصفر. أحسنتي.
جميل. ما اسم هذا الحيوان؟ واحد. معليش، ما اسم هذا الحيوان؟ هذا الحيوان ما اسمه؟ هذا فقرة. فقرة جميلة. معنا. من أتى إلى هنا؟ ما اسم هذا؟ جمل. من هذا؟ ما اسمه؟ جمل. جمل. ما هو لونه؟ أصفر. ما هذا الحيوان الجميل؟ خروف. ماذا يفعل؟ ما هو صوت الخروف؟ با. أحسنت جميلتي. ما اسم هذا الحيوان؟ الجنة. عامة. وما اسم هذا الحيوان أيضا؟ بطريقة. لماذا تتكلمين هكذا؟ وما هذا الحيوان الصغير الجميل؟ ما اسمه هذا؟ قرنون. قرنون. وحيد القرن. كما رأيتم أيتها الأمهات وأيها الآباء، لقد تعرفنا على هذه المجموعة من الحيوانات، ونحن نعرف أنها توجد حيوانات أخرى متوفرة مثل الأفاعي، مثل الحشرات. المهم، نحن سوف نكتفي بهذه المجموعة، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سوف نتعرف على طريقة تعليم الألوان للأطفال. سلام، قولي لهم سلام. سلام. إلى اللقاء. إلى اللقاء. شكرا. شكرا. أحسنت يا طفلتي الجميلة.